طبعا احنا بقالنا ايام كده بنسمع اسم أمينة قاسم، اسم تردد كتير جدا في عالم كرة القدم للسيدات، واحنا على السوشيال ميديا بقالنا فترة بنتكلم عنها. طبعا هي بقت اول مدير مباريات مصرية وافريقية في كاس العالم للسيدات الفيفا. أمينة بتعتبر هي المسؤولة عن تنظيم المباريات وكل ما يخص الملعب، كمان المدينة اللي بتقام فيها هذه المباريات، واعتقد ان هي مهمة مش سهلة على الإطلاق. صعبة جدا يعني أمينة كمان قدرت ان هي تحقق او توصل المنصب ده بعد ما عملت بالاتحاد الدولي لكرة القدم واثبتت جدارتها وتحمل المسؤولية. هي معنا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا أمينة، برحب بيكي، اول مديرة مباريات إفريقية ومصرية. صباح الخير وبنبارك لك، الف مبروك. ميرسي، الله يبارك فيك. صباح الخير فسان، صباح الخير يا محمد. أمينة، اللي انت بتعمليه ده صعب قوي قوي، يعني انك تبقي دقيقة قوي في كل حاجة بتحصل، كل حاجة لازم تحصل صح. فهمينا طبيعة عملك في المنصب ده والمهام المطلوبة منك ايه هي؟ بصي، هو مبدئيا علشان بس توضيح صغير، وانا بشتغل اصلا في الاتحاد الافريقي لكرة القدم وبطلع زي مهمات او ميشنز مع الاتحاد الدولي، يعني بقى فريلانس معاهم. فمدير المباراة هو زي ما محمد قال كده بالظبط، هو انا ببقى مسؤولة عن كل اللي بيحصل في المدينة المنظمة للمباريات. يعني احنا مثلا في كأس العالم كان عندنا 9 استادات، كل مدير مباراة مسؤول عن استاد بالمدينة بالفرق اللي جاية تلعب عنده، من ساعة بقى وصول الفرق إلى هذه المدينة لغاية يوم المباراة نفسه. يوم بقى الماتش نفسه احنا بيبقى عندنا زي كاونت داون كده، عدد تنازلي من قبل الماتش ب7 ساعات، يعني انا يوميها بروح الاستاد قبل الماتش ب7 ساعات، يبقى عندي بقى زي ليست مهام معينه، من اول بقى جاهزيه الملعب نفسه، اوض اللبس جاهزه للاشراف على تصوير اوض اللبس، زي ما انت عارفه دلوقتي بقينا بنصور اوض اللبس من قبل اصلا حتى ما الفرق بتوصل، وصول الفرق نفسها، التشكيل، التشيك على التشكيل، على لبس اللعيبه نفسه، على التسخين، على الاحتفاليه اللي بتبقى قبل الماتش نفسه. دلوقتي زي ما شفنا في قطر وفي استراليا برضو بقى في زي قبل كل ماتش في زي احتفاليه كده سيرموني بتتعمل، التوقيتات مهمه جدا جدا، فبيبقى يعني اخر لو حد صعب قوي بصراحه يعني، ومحتاج تركيز جدا، ومحتاج انك تبقي محضره ده من الاول، ويعني مهمه في الحقيقه، صعبه قوي. فبنبارك لك عليها جدا، وبنتمنى لك اكيد كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. ميرسي. اعتقد كمان الموضوع صعوبته في التواصل مع كل المسؤولين، يعني انت بتتواصلي مع المؤسسات اللي بتشتغل على الارض الخاصه طبعا بهذا الحدث او بتنظيم المباريات، بتتواصلي مع الانديه، بتتواصلي مع التلفزيونات والقنوات اللي هتبث، بحيث ان هو مثلا المباراه ميعادها الساعه 7 بالظبط، 7 بالثانيه بالظبط كده، لازم تكون في فترة حاجة. حاجة فيها ستريس بقى لمدير المباراة، انك لازم كل حاجة تمشي بالثانية مش بالدقيقة بس. طيب انت ازاي وصلتي اصلا لده؟ يعني ايه المؤهلات اللي المنصب ده بيتطلبها؟ استعديتي ليه ازاي يعني؟ هو انا اصلا يعني من عائلة اسرة كروية جدا من زمان، ويعني شغوفة بالكورة من واحنا صغيرين، ولما كبرت يعني سعيت ان انا اشتغل في الاتحاد الافريقي. و اللي انا اعرفه ان اللي من اسره كرويه ده يطلع بيحب يلعب كوره. لا، لكن انه يطلع بالشكل ده فدي حاجه كبيره جدا. لا يعني هو برضو دي بتساعد ان الواحد يبقى شغوف بالحاجه اللي هو بيشتغلها. أمينة، انت كمان درستي اقتصاد وعلوم سياسيه، ويعني دي كليه صعبه جدا، مختلفه تماما عن اللي بيحصل في المجال الرياضي، لكن اكيد اكيد يعني انه عيلتك عيله كرويه، فانت فاهمه شويه في الكوره، فاهمه في اللي بيحصل في الملاعب، لكن التنظيمات اللي بتحصل بداخل الملعب واللي قبل ده مختلف تماما عن اللي انت درستيه. التغيير الجذري اللي حصل في حياتك ده والاتجاه للجانب الرياضي بالذات، يعني انا عارفه قد ايه اقتصاد علوم سياسيه صعبه، يعني فاهمه قوي انت جايه منين من الحته دي. ففهميني كده، امتى حسيتي انه لا انا عايزه اروح لحاجه رياضيه اكتر؟ بعد سنة بالظبط من الشغل، يعني أنا اتخرجت وبعدين اشتغلت في وزارة التجارة والصناعة، وبعدين كنت يعني قد ما أنا كنت حابة الدراسة، أنا كنت بحب الدراسة جدا بتاعة الاقتصاد، قد ما أنا كنت حباها، قد ما وقت بقى الشغل كنت عايزة حاجة يعني مش أكاديمية أو مش مكتبية قوي كده، أنا يعني كنت عايزة حاجة فيها حركة أكتر. وأنا لحد دلوقتي أكتر حد يعني أكتر وقت أكتر حاجة بحبها في شغلي الحته اللي موجوده في الملعب، يعني انا عندي عمل مكتبي وفي نفس الوقت في الايفنت
في ديناميكيه كده كتيره في الشغل. اه بالظبط. فكنت محتاجه حاجه دايناميك اكتر عشان. طيب امينه دايما الاحداث الكبيره بيبقى فيها تفاصيل كتيره قوي، وممكن حاجات تقع، ممكن مواقف صعبه، ممكن تحديات. هل فاكره موقف مثلا كان صعب وانت بتنظمي حدث من الاحداث المهمه، وكمان ازاي قدرتي تتجاوزيه؟ انا فاكره اول ماتش ليا كمدير مباراه كان في كاس العالم تحت 20 السيدات في كوستاريكا، وهم الجو هناك استوائي شويه، فهو الماتش ابتدى من هنا، وبعدها ب10 دقائق المطره يعني كانت فيه مش مطره عاديه، واضطرينا نوقف الماتش. وكان في ماتش بعدها كمان، فاضطرينا ناجل الماتش اللي بعدها، وبيبقى عندنا بقى سيناريوهات كتير، هل هنعرف نكمل هل مش هنعرف نكمل، لو عرفنا نكمل هنكمل بعد قد ايه، لعيبه لازم تتسخن تاني ولا لا، هل الملعب هيعرف يمتص المايه يعني ونعرف نلعب تاني ولا لا، وكان في برق ورعد، فكان في خوف على اللعيبه، فضلنا ندخلهم جوه. ده كان اول ماتش ليا كمدير مباراه، فحسيت ان هو ده كان اصعب حاجه. لا اتعلمت صح. بالظبط. جدا. عجبني قوي كمان يا امينه انك بتعملي حاجه بره الصندوق شويه، يعني كلنا اول ما بنتخرج بنحاول نقدم على الوظائف الطبيعيه جدا اللي بتبقى قدامنا، لكن انت حاولتي تطلعي بره الصندوق، تقدمي في الاتحاد الافريقي ومنها كبرتي ومسكتي يعني بوزيشن مهمه قوي. عايزه اعرف منك دلوقتي ايه الحاجه الصعبه على جدول اعمالك كل يوم بتعمليها، لكن مهمه صعبه جدا لكن مضطره تعمليها. ليه بسالك السؤال ده؟ عشان لو اي حد دلوقتي بيتفرج علينا من البنات الصغيرين اللي لسه عايزين يشتغلوا حاجه زيك، يبقوا زيك يعني، يبقوا عارفين ان الموضوع مش سهل لكن بيحصل يعني وبتعديها. بصي الموضوع مش سهل، بس في نفس الوقت زي ما قلت لك، حاجه انت شغوفه بيها وحباها وحطيت بيها في دماغك هتعرفي تعمليها. وبيبقى الواحد بيحاول يعني انا مثلا عندي صعوبات ثانيه ان انا ام حاليا مثلا، وفي نفس الوقت الشغلانه دي بتتطلب سفر كتير جدا. بس في نفس الوقت يعني في الاخر الواحد لو عايز حاجه هيعرف يعملها هيتصرف. طيب لا انا عايز بقى رساله كده منك للسيدات والبنات الصغيره اللي عايزه تحقق حلمها في اي مجال، مش شرط في نفس المجال بتاعك. ان دلوقتي ما فيش حاجه اسمها شغلانه ما تنفعش للستات ودي شغلانه بس للولاد، الكليشيه ده خلاص بقى بتتل من زمان، وانت بقى يعني هو وهي بقى احنا زينا زيهم، واللي عايز يعمل حاجه يعرف يعملها. فمحدش حلمه يبقى صغير قوي ولا اي حاجه، اللي عايز حاجه يسعى لها ويشتغل عليها ويشتغل على نفسه ويحاول يوصل اللي هو عايزه هتوصل اكيد. وانت بتقولي انت ام دلوقتي صح؟ انا عندي ابن عنده 5 سنين، فهي دي بقى يعني مؤخرا هي دي المشكله عندي، او يعني الحاجه اللي انا بحاول دايما ابقى، وانا دايما مثلا عندي كاس العالم استراليا ده انا اضطريت اسافر شهر او اكتر من شهر، فبتبقى مشكله طبعا. بتحليها ازاي؟ بتعملي ايه عشان توفقي ما بين دورك كأم ودورك في شغلك عامه والمستقبل وكاريرك والحاجات دي كلها؟ بصراحة والدتي وجوزي بيساعدوني جدا، هما يعني من غيرهم بصراحة ما كانش ممكن أعرف أوصل للي أنا فيه ده أو أعمله. ومع الوقت طبعا يعني السنين اللي فاتت كانت أصعب، إنما دلوقتي ابني هو ابتدى يفهم شوية، إن هو أنا عندي شغل أنت هتبقى يعني فخور بيا بعد كده أكلمه على طول، يعني ابتدى يبقى فيه شوية إدراك، إنما طبعا السنين اللي فاتت كان الموضوع أصعب بكتير. طيب احنا لما نيجي نتكلم مثلا عن مباريات كرة القدم النسائية، طبعا بكل تأكيد عناصر الفريق ومن الممكن ان يكون في الجهاز الرياضي للفريق من السيدات او من النساء، لكن هذا المنصب هو منصب ايضا للسيدات فقط ولا في رجال ممكن يكونوا موجودين فيه؟ مدير المباريات. مدير المباراة؟ لا هو منصب مدير المباراة ممكن رجال وممكن سيدات. عظيم، يعني انت داخله في منافسه صعبه قوي. احنا في كاس العالم للسيدات يبقى كلنا سيدات في مديرين المباراه، وده اللي عملوه السنه دي. انا كنت بسالك ليه، لان انت داخله في حته صعبه، يعني داخله في حته فيها منافسه، واحنا السيدات اصلا يعني لعبهم لكره القدم لسه جديد اصلا في العالم كله يعني. بالظبط. لا يعني انا وفي عامه مديرين مباراه بقى سيدات في كاس العالم للرجاله، يعني في قطر السنه اللي فاتت. احنا مش هنسيبكم في حالكم بقى. لا ده هو ده حلمي جاي بقى. ده اللي انت بتفكري فيه. بالظبط. احنا شايفين فرق دلوقتي كمان يمكن بتتاهل لكاس العالم لاول مره، والعالم كله مركز قوي على كاس العالم للسيدات الفتره الجايه، دورك ايه في اللي جاي يا امينه؟
بصي يعني لسه بصراحة احنا لسه مخلصين ده، فلسه ما مش عارفة الخطوة اللي جاية هتبقى ايه. الخطوة اللي جاية حاليا يعني مركزة في شغلي هنا في القاهرة لغاية ما اشوف ايه اللي هتبقى المهمة اللي جاية بس. وانا اللي بطمح له بقى انا هو ابتدي اطلع مدير مباراة في بطولات الرجال زي ما محمد قال كده. ان شاء الله. طيب الموضوع هل شايفة انه هيكون صعب؟ هل شايفة انه هيكون محتاج تحضيرات مختلفة مثلا؟ لا هو مش محتاج اي تحضيرات مختلفة، نفس اللي بيتعمل هنا هو اللي هيتعمل هنا. المنافسة اكبر لان العدد اكبر وبتبقى يعني يعني حجم الايفنت نفسه، ولسه برضه كاس العالم ليه رونق خاص. صحيح. عاش امينة، مشرفانا والله. ربنا يخليك. نشكرك يا أمينة. يعني يمكن اللي حضر مباريات قبل كده أو يمكن مباريات هامة زي كأس العالم عارف قد إيه دي حاجة صعبة جدا وحاجة كبيرة جدا، تنظيم الحدث ده من أوله لآخره والتأكد أن كل حاجة تبقى مظبوطة وفي مكانها الصح مهمة صعبة جدا، لكن أنت بتقومي بيها بكل جدارة. شكرا لك يا أمينة قاسم، أول مدير مباريات مصرية وإفريقية في كأس العالم للسيدات، وهم دول ستات مصر يعني ما شاء الله حاجة تشرف والله في كل حتة.